على النبي. أنا كنت نايم حوالين الساعة 2 في الليل، ما لديت إلا اجتياح كامل للدار لكل الطوابق عندي. فيش بعد ما اجتاحونا نص ساعة بلش تكثيف في كل الدار. بعدها كمان بنص ساعة، يعني نقول ساعة من ما اجتاحونا، سمعت إطلاق النار، أو قبل ممكن نص ساعة سمعت إطلاق نار، فبعديها بشوي وتفجير، وتفجير في الشقة تبعت ابني. هالحين أخذونا كلنا، حطونا على كورنا، داروا وجوهنا على الكنب، ممنوع واحد يلتفت إليه. وأخذوا ابن إلي كمان واحد اسمه صهيب. حين يتمنوا بعد إطلاق النار أجل هو بقول لي ابنك استشهد، سووش ولا حركة، ولا بخلي كل أولادك الحين عندك كوم واحد، يعني بكتلهم. قلت له ليش تكتلهم؟ قال انت بدك تطلعوا السلاح الموجود. قلت له فيش عندنا سلاح، هي الدار كلها. قال الجرافه برا الحين بجيبها هد الدار. قلت له هد الدار، احنا ما عندنا شيء يعني. المهم عاثوا في الارض فساد ودمروا كل الدار، كل ست سكن كلهن دمار، والجب تبعي الاخرى كسروه كليته، واخذوا من عندي شكات ومصاري، فتحوا الخزنه تبعتي واخذوا المصاري والشكات الموجودات فيها. فلها الحين مصير ابني انا بعرفش عنه، هل هو شهيد، هل هو مستشهد، هل هو مصاب، بعرفش عنهم الاثنين ولا حاجه، واحد ساري وواحد صهيب، وهذا اللي صار. حياك الله. صغيرة لك صغيرة المحيلة وشبابك.
All of this has happened because the Palestinian people want to be free and do not accept the Israeli occupation. Thank you again for taking a stand and keep raising your free voices against injustice. The weekend before last, there were two marches in London. One was the March for Palestinian Freedom and for a ceasefire. Our huge Jewish bloc who joined that march were firmly on the side of the oppressed. The next day there was a march which advertised itself as against anti-Semitism, and many ordinary Jews probably joined it thinking that it was, but it was organized by the misnamed Campaign Against Anti-Semitism.